السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تطبيق جديد ومفيد، شرح جديد لتطبيق مفيد كما نشاهد. هذا اسمه رولينج ايكون، تطبيق بسيط جدا يخص واجهة الهاتف وتحويل الايقونات كما نشاهد هنا في الاعلى الى ايقونات متحركة في المكتب. هذه الواجهة الاولى له، بمجرد الضغط على ستارت هكذا تتحول تلك الايقونات في هاتفك الى ايقونات بمجرد امالة الهاتف يمين وشمال، ويمكنك الضغط عليها وتفتح ويفتح ذلك التطبيق مباشرة. يمكنك اضافة تطبيقات اخرى بذلك بالعودة هكذا. في خصائص اخرى كذلك يمكنك تحويل شاشة الهاتف ووضع فيها ايقونات الصور. هنا تضيف الصور التي تريد بالضغط على هذه الايقونة وتظهر مباشرة هنا. كذلك هات ايقونات الايموجي، يمكنك ربط الايموجي بتطبيق مثلا او دمج اثنين من الايموجي مع بعضهم، خيارات كثيرة. كذلك هناك لعبة ايكون كلير، لعبة بسيطة ليس لا فائدة منها صراحة تجاوزها. هناك سيتينج، يمكنك عمل بعض الخيارات من هنا. وكما قلت هنا عند الايقونات تضيف التطبيقات الجديدة مثلا التي تريد ان تظهر في ذلك المكان، مثلا هذا هذا كذا، تختار ما تريد. بمجرد الضغط على ستارت فتظهر تلك التطبيقات كلها في الشاشة بهذه الطريقة. مجرد تغيير لشكل شاشة هاتفك فقط. تطبيق يبدو أنه ممتع نوعا ما، يمكنك تجربته برابط تحت الفيديو. كان هذا شرح اليوم، شكرا للمتابعة، لا تنسوا الاشتراك في القناة. إلى الشرح القادم، سلام.